نعم سيد استاذ. انت شنو مشكلتك بالتقاعد استاذ؟ عندي معامله اي اليوم صار 7 سنوات امشي بيها، كملتها كامل، وصلت بالتقاعد مال كركوك. اي بالتقاعد مال كركوك 3 اشهر بس يدخلون الاسم على مود يصرفون المستحقات مالات الايتام. اي بقيت 3 اشهر بين كركوك وبين بغداد، اجي على كركوك يقول لي ماكو، انتظر حين بغداد تفتح الكود مال الضارة. هي شهيدة الشهيدة ابتسام احمد خلف ابراهيم. ابراهيم صار لك 7 سنوات تمشي بالمعاملة؟ نعم استاذ. زين هسه ابو كركوك شو يقول؟ ابو كركوك يقول انتظر بغداد يفتح الكود. زين اني اقول لهم اروح البغداد، يقول لا لا تروح البغداد، بغداد ما راح يوجبك. فبقيت هسه يعني هسه باقي المعامله، لا هم قايلين لي يابا اقطع نفسك وروح اقعد يم اهلك، ولا هم مدخليني بالراتب، وهذا هم ايتام واطفال وضحايا. اخوي استاذ حسام ما هو مدير التقاعد العام، انا امون عليك. هذا شوف شوف اللي شغلته في دول عينك. يعني اذا 7 سنين معامله مال شهيد مال تخلص. سامان نور ليش خلصت بيومين؟ تريليونات دقه وطلعتوه بالسيارات وبسيارات الحكومه وحطيتوه بالمطار ومليارين ونص، هذا يعني مقرود. اللي ينفتح الكود ما نسد الكود بوجه علي غلام، ما نسد بوجه نور، ما نسد بوجه الحراميه، بس بوجه الفقير تنسد الكود وتنسد كل شيء. استاذ حسام اروح لك فدوه، انا ما يعني انا ما اقدر اتحمل استهتار دوله وزعاطيط بالدوله بهذا الشكل، فعلا ما اقدر اتحمل، وانا اعتذر لانه على الهواء. الكود ينسد بوجه الشهيده ابتسام، والكود ينسد بوجه هايم صلاح الدين، بس ينفتح للوليادات الحرامية والميليشيات والمسلحين والخارجين عن القانون والسرسرية والحرامية اللي يشتغلون يصير لهم، لكن الفقير لا، ما مطلوب. شفتوا هاي الناس الفقراء؟ تردون الله يرحمنا وتردون الله يرحمكم، والله العظيم أنا أشفق عليكم، أقسم بدم الحسين أشفق عليكم. شلون أنتم متحملين أنفسكم؟ أنتم شلون متحملين أنفسكم؟ ما بيكم ما حد يتذكر بيوم من الايام اكو شيء عظيم اسمه الله؟ تتذكرون لو ما تتذكرون؟ تتذكرون واحد حكاها قدامكم هيك بالصدفه بالتلفزيون بالراديو مشغل القران، وواحد حكايه قال اكو شيء اسمه يوم القيامه، مر عليكم سامعينها؟ شلون ولكم شلون العراقيين وصلوا لهذا المستوى؟ 7 سنوات عنده شهيد وعنده شهيدة وأيتام لزق يم الكود. أخ